بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الجديد فتاوى رمضان حول العالم، والذي نقدم فيه الأجوبة عن أسئلتكم واستفساراتكم التي تردنا على فيسبوك باللغة الإنجليزية والمتعلقة بالصوم وبشهر رمضان وما فيه من أحكام. ورد إلينا سؤال آخر عن حكم تعاطي بخاخة الربو أثناء الصوم للمريض الذي يحتاج إليها. وفي هذا السؤال جانبين، الأول أن المريض الذي لا يستطيع الصوم لأنه يحتاج إلى تناول الأدوية والعقاقير يجوز له أن يفطر ولا إثم عليه إن شاء الله، وإذا كان هذا مؤقتا يقضي، وإذا كان دائما عليه أن يخرج الفدية. الأمر الثاني، وهو هل بخاخة الربو هذه تفطر أم لا؟ الإجابة هي تفطر الصائم، لأن كل ما يدخل إلى الجوف من أحد منافذ الجسم المفتوحة حسا ظاهرا يفطر الصائم، والرذاذ الذي يخرج من بخاخات الربو هذه يدخل إلى الجوف من أحد منافذ الجسم المفتوحة حسا ظاهرا وهو الفم أو الأنف، وبالتالي فهو يفطر الصائم، والله أعلى وأعلم.